يمكن يكون هاي الوثائق انه نحن مخططين نحرق البلد، ولا وثائق اللي نحن بنتعدى على فلان ولا بنهدد فلان. طريقة التهديد نحن مش عندنا، فلذلك هذا اللي صار. المهم بعد سلسلة من الفيا دولوروزا ولا التعذيب والإهانة لمروان، نحن نعتبرها إهانة لكل شخص فينا، برجوع على البيت وشحابه بصير يتصلوا في أهله اللي ما كانوش موجودين، بيجوا على البيت وبتصير حالة صعبة جدا. نحن مروان طبعا نعتبره مع انه عمره 18 سنة بعتبره رجل، وأنا حكيت معه امبارح وشفته وقال لي أنا مش هممني وأنا واقف قد المسؤولية، حتى ما كانش بده يروح في الأول على المستشفى. نحن أصرينا بما أنه كان في تعدي عليه جسمانيا، تعدي واختطاف، تعدي واختطاف جسمانيا، فتوجه للمستشفى. أنا قبل شي ساعة ونص ساعتين حكيت أنا والأخ زياد موجود معه في المستشفى، عنده كأنه حس في الضرب أو في شو اسمه في الوجع، موجود هو في فحوصات هسه بده يعمل سي تي. نحن أصرينا أنه يكون فحص لكل الأشياء على أساس أنه يكون فحص شامل للشاب مروان ونطمن على صحته. فطبعا باسمكم جميعا باسم كل أهالي الدالي نبعث لمروان من هون تمنياتنا بالشفاء العاجل، نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر. أنا الساعة 4:03 مسكت التلفون عند الأخ زياد، رفعت التلفون لنجيب نصر الدين. أنا برفع التلفون لنجيب نصر الدين وبقول له هون في شيء صعب جدا وسيء جدا وخطير على مستوى البلد عم بصير هون. أنا بدي إنه أنتم تكون واحد منكم قبالي نتفاهم، بدناش نحن الأمور تتوسع أكثر من هيك، بدناش الأمور تطلع من السيطرة تبعنا. شوف قديش نحن على مستوى المسؤولية. قلنا لهم بعد 10 دقائق من الساعة 4:03 كان فيني نجيب بقول لي نحن نطلب منك، نحن بنفحص الأمر عندنا ومش عارف شو، أنت مطلوب منك إنك تروي الأمور تهدي الأمور. طيب راحت الشغلة. اليوم نحن لسه موجودين الساعة 1:30، هذا الحكي كان الساعة 4، لحد لسه ولا أي شخص من قبل كرمل نصر الدين أو حركة سوا أو نجيب نصر الدين أو واحد من المشايخ قلنا لهم اتوجه إلنا في كلمة. بالعكس نحن هسه بيوصلني أخبار إنه في الأتريم مشان يسبقوا، بقولوا لحظة يا إخوان، مشان يسبقوا للحدث بيطلعوا إعلان للوسائل الإعلام إنه كان في تعدي من قبلنا على اللافتات تبع كرمل نصر الدين. أنا بدي أسألكم مين أهم، الإنسان اللي موجود في المستشفى واللي تم التعدي عليه وعلى بيته، ولا اللافتات اللي معلقة على الشوارع؟ من جهتي كل اللافتات اللي في البلد تسوى الشعرة من رأس بني آدم منا. للحديث مع نجيب نصر الدين ومع أهل البيت ومع الشباب اللي كانوا موجودين هناك، توجهنا للشرطة. طبعا كان في هناك حكير من الشرطة صار حكي مع مروان ماخذ منه إفادة من أهل البيت. إجا مفكر تحنات المشترى جديد اسمه رون، صار له 3 أيام هون بسحق الكل، قال لي أنا بعدني مش عارف حالي وين، صار لي 3 أيام في المحطة هون. إجا قعد معه، إجا ممثل عن مفكر تحنات حيفا اسمه درون اللي هو مسؤول عن أمور الشرطة الجماهيرية، وإجا قاعد معنا. نحن حكينا لهم شو صار، سمعوا من مروان، سمعوا من عائلته على اساس يكون عندهم كل المعطيات واضحه. اخذوا اسامي، وقالوا نحن بنعالج الامر. نحن قعدنا مع الشرطه، هذا الحكي كان الساعه 5 وجنار. انا قلت لهم اليوم كان في عندنا اجتماع جماهيري كان فيه حوالي 4000 شخص. اذا بدك ال 4000 شخص هذول يطلعوا على الشارع ويسكروا البلد، اسا بطلعهم. قال شو المطلوب؟ قلت له اول شيء مطلوب معتصرين. كل واحد مطلوب اسا معتصرين، كل واحد دخل في هذا الموضوع. نحن بنعرف انه كان في 100 شخص هناك و150 شخص، اما على الاقل الخمسه اللي عملوا عمليه اللينش هاي التعدي والارهاب على مروان اسا بدنا اياهم في المعتقل. قبل شوي حكيت مع مفكر المشترى قبل ما جيت لهون، قال لي ماشي افتقت لخاب وتساع، بقول لي في 2 في المعتصر
نعرف الموضوع مشان مرت الرسالة بشكل صحيح. طبعا قبل ما استمر في الحديث تبعي احنا نقدم تحية كبيرة وأهلا وسهلا الأخ أبو حسان كامل حلبي. كامل أكيد سمع عن بعض المعطيات عن الموضوع وهب هبة الرجال وإجا هون يسمع. جانا لحديث مع مفكر المشترى قال أنا مفتيح شنين دبرين شغلة واحدة انعملت والشغلة الثانية بعد مشان تعرف. قال أنا أول شيء أني أسمع تسارين على الناس اعتقالات الناس المسؤولين عن هذا الحادث المؤسف والصعب والخطير، ولكن قال لي كمان احنا بدنا نجيب الوثائق او الوثيقه اللي مضى عليها مروان ونفرجيكم عليها، لانه هاي الوثائق زي ما قلنا نحن ما نعرفش ايش موضوع، اما هذا شيء خطير. قبل ما جيت لهون قال لي في اثنين في المعتصار، ومشان طلبته انه نقول اسماء مش على اساس شيء مشان كمان تكون معروف الاسماء اللي موجوده في المعتقل، هو رزق نصر الدين، رزق نصر الدين موجود كمان شاب اسمه اياد نصر الدين اللي كمان هو موجود في المعتقل لانه كان موجود هناك صيامكم. نطالب الشرطه انه كل اللي كانوا متورطين في هذه القضيه وكل انسان خطط لهذا المخطط الاليم، كل انسان شارك في هذا الموضوع، نحن نطالب شرطه اسرائيل، نحن مشان نحافظ على الهدوء ونحافظ على دلة الكرمل ونمر في الجولة الانتخابية هاي باحترام متبادل، نحن من هون في اسمكم جميعا نطالب شرطة اسرائيل انه كل واحد اتورط في هاي القضية ولا ساعد ولا دخل فيها يظل في المعتقل لبعض الانتخابات. نحن بما انه واحد من اللي داخلين في الموضوع او قائد العملية نحن طلبنا تدخل ماحش في الموضوع، يعني محلكة حكيرات شوترين. نحن نعرف قال لي ابو مروان قبل ساعتين تقريبا قال لي انه اجى ممثل عن ماحش لتسيق ماحش وبدا في التحقيق، لانه اللي قام في العمليه هاي هو شرطي وهذا الشرطي لازم يتعاقب في نظرنا. وانا اللي بدي اقوله يا اخوان انه اذا واحد من الداخلين في الشغله وخصيصا هذا الشرطي بفكر حاله عماله يتعامل في جنين مع محرمين، لا نحن بنقول له هذا مرفوض جمله تفصيلا وبعود عليك وعلى اللي بيشتغل. انه بكفيش اللي صار قبل اسبوعين في اجتماع حركه سوا في الحاره الغربيه لما تهجموا علينا واتهمونا وقاموا في كل الاشياء اللي بتنزل مستوى الخطاب السياسي والثقافه السياسيه تبعنا تحت الصفر، هاي سمحنا لهم اياها. والشغله الثانيه انه عم بيصير في اتصالات من بنايه المجلس المحلي لموظفات وموظفين منا انه ديروا بالكم يوم الثلاثاء او الاربعاء بس يصير كمل نصر الدين رئيس المجلس المحلي نحن رايحين نتحاسب معكم انكم انتم كنتوا في اجتماع عند رمزي حلبي. فنحن بنقول لهم هاي هذا منطق التهديد ومنطق التعديات على كرامه الناس وعلى بيوتها لا يليق بقيادات بدأت تقود دالة الكرمل، انتم مش آلة لذلك، مش قد هاي الشغلة، ولا بتستاهلوا تكونوا تبثوا بني آدم في هاي البلد. أنا بدي أطلب منكم طلب واحد متفق عليه مع كل الإخوان الموجودين هون، مع القيادات الدينية والسياسية. ولا أي شخص منكم، ولا أي شاب، ولا أي رجل، ولا أي إنسان بياخذ على عاتقه عمل فرداني أو فردي. ولا واحد بيقوم في مبادرة شخصية بيقول إسا أنا نفقعتي أو أن تأثرت من اللي صار، كلنا متأثرين وكلنا الألم يعصر قلوبنا، ولكن إنه واحد يأخذ القانون لإيده ولا يجي إسا في يوزما براتيت أو في مبادرة شخصية ويروح يتعدى على شخص ولا يأخذ القانون لإيده ولا يقول أنا بدي حل المشكلة، لا أنا بدي أطلب منكم طلع في عيونكم كلكم شباب محترمين وقبضيات وبترفعوا الرأس، أما بتكون في يكون في التزام لقرار القيادات لقرار الناس اللي بيمثلوكم اللي مش رايحين يتنازلوا عن حقهم، مش رايحين يتنازلوا عن حقنا بالنسبه للناس اللي تعدوا علينا، ولكن بالطريقه المعقوله والقانونيه والمسؤوله اللي تحافظ على البلد وعلى اهلها. فكمان مره انا بطالبكم واحد واحد بلاش تاخذوا القانون لايدكم، وبديش واحد يتصرف اي تصرف اللي بعدين تقلب الشغله علينا، لانه احنا اصحاب حق نشر الحق علينا.